هل يعد قانونيا هذا الكتاب رغم ان القضاء العراقي حل المكتب التنفيذي والاولمبيه الدوليه منحتك فقط حق الاداره، وبالتالي ليس من حق احد انه يدخل ويبعث كتب، وهذا ايضا حتى يتعارض ويا القانون العراقي. كيف خرج هذا الكتاب للاعلام بتوقيع امين عام مساعد وبهذا المنصب اللي ايضا الكثير من المحامين قالوا هذا انتحال صفر، يعني لا وجود لهكذا منصب، ما هو ردك؟ اولا شوف اخي نور، يجوز صار لبس بهذا الموضوع. اكو مشكله في الانديه، لا زال قانون 18 ساري المفعول، يعني وعندنا احنا ايضا قانون 29 للاولمبيه ما مذكور به انديه ابدا. وعلي يعني سويت اعمام انه احنا بالنسبه لنا بعد ما عندنا دخل بالانديه، نعم، لانه قانوننا 29 ما يسمح. نعم طيب زين، بس ما زال قانون 18 ساري المفعول، وايضا هناك قانون جديد للانديه الان بالبرلمان بيقولوا قراءه ثانيه ايضا. ولكن الجواب على سؤالك، نعم سريعا كابتن، انه نعم. الكتاب اللي اي كتاب اللي صدر من اللجنه الاولمبيه بخصوص نفط الجنوب ما به شيء. ليش؟ لانه يقول لك نعم القانون ساري المفعول وبه هذه المواد اللي مذكوره بالكتاب، نعم، اللي تنص، نعم، انه على منه صاحب الحق من، نعم، الهيئه العامه، هذا نعم فقط. اما احنا ما نتدخل بشؤون الانديه ابدا. نعم